مرحبا يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشيني جدا جدا جدا. بصوا يا جماعة، كانت في حاجات قديمة متداولة، كان في مشاكل ما بين شخصية انتوا عارفينها كويس، تمام، وكانت في خناقة فعلا، تمام. المهم، بس قبل ما اكمل كلامي، ياريت تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نوصل للميتين الف في اسرع وقت. كل الناس تحت تنزل تحت بسرعه تكتب لي كل سنه وانا طيبه بقى وقبلت يومين سنه، يعني اللي هو مش هقضيهم. بس نرجع بقى ايه لموقعنا الحالي، تمام، للكلام اللي انا كنت بقوله. طب يا جماعه، كان ظاهر كلام كتير جدا دلوقتي. انا المفروض ان انا نازله. اولا كان في كلام كتير جدا على اني في مشاكل ما بيني وما بين شخصيه الفلانيه، تمام، اللي انتوا هتشوفوها بعد شويه. كان في بصوا يا جماعه، من الاخر كده، يعني هو كان في مشاكل، تمام، وانا ما عرضتش المشاكل دي على السوشيال ميديا. ليه؟ لان انا في العموم مش الشخصيه اللي بحب اتاجر بالمشاكل بتاعتي، يعني اللي هو ايه، ما احبش اقول يا فلانه يا فلانيه او يعلني يعلاني كده، او اني اغلط خلاص. لما انا عارفه ان انا والفلان اللي قدامي او الاستاذه اللي قدامي خلاص ان احنا مش هينفع نبقى اصحاب اصلا، فولا افتكرهم بكلمه ولا يفتكروني بكلمه، ما بحبش الجو ده. وبما ان حصلت احداث جديده وقررت ابدا بدايه جديده وفي حاجات جديده هتحصل، فقررت ان انا اوريكم الشخصيه ديت وهفهمكم الحوار كان ماشي ازاي وايه اللي حصل والدنيا ايه وايه بقى. لان في ناس قعدت تقول لي ياسمين انت بتعملي كذا وكذا وكذا. انا عارفه ان في ناس مش فاهمه الالغاز اللي انا عماله احكي فيها ديت، بس انا دلوقتي هاخد الموبايل وهنزل وهتشوفوا كل حاجه بعينيكم. يلا بقى. طب يا جماعه قدامكم، انا المفروض دلوقتي مستنيه الهانم اللي ما بيني وما بينها مصانع الحداد، عشان بس تعرفوا ان انا اصيله، وقاعده مستنياها وبكلمها، وهي اصلا يعني بتكلمني الساعه 4 الفجر، بتكلمني الساعه 4 الفجر، اقسم بالله. يعني انا خطير، انا اترعشت، انا من مكاني كده اترعشت، تمام. بس انا مش بتكلم عنها ليه؟ لان الاهتمام ما بيتكلمش. اولا يعني يلا هشفق عليها وهسامحها، تمام، مش هتكلم عليها كلام وحش خالص خالص خالص، لان انا مستوايا اعلى من كده واعلى من كده. انا اقول كلمه في ظهر حد، انا بقول في الوش هشفق عليها، ده انا عايزه اطلع اجيبها من قفاها كده اقول لها هشفق عليها وانا قاعده مستنياها. يا جماعه، يا جماعه دي كلمتني الساعه 4 الفجر، ايوه، عشان اقول لها يا جماعه ان احنا ننزل بكره. ان انا غلطانه؟ انا غلطانه؟ لا انا اللي غلطانه، مش فاهمه. لا انا اللي غلطانه. حد بينام الساعه 4 الفجر؟ الناس بتبقى صاحيه الساعه 4 الفجر. ايوه جو حبيبه ده ما بعرفوش. وهي على فكره بتفضل قاعده للساعه 4 الفجر، مش بتحب. لا والله يا جماعه بتفضل قاعده، والله هو كده تناحى، بتفضل قاعده كده اي تناحى خالص. المهم بقى دلوقتي، ها دلوقتي يعني نخش في موضوعنا. ظبط المايكس. تمام، بقى كده عشان نبقى ماليين الكادر كده والكادر مظبوط علينا، تمام. ايوه اتفضلي. هتعرفوا بس ان احنا ايه. طب يا جماعه دلوقتي احنا كنا نازلين عشان نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نجيب ميك اب. ايوه، وجابت ميك اب. وجبت ميك اب. جايبه الكونسيلر اغلى من الفاونديشن. جايبه الكونسيلر اغلى من الفاونديشن، وكان في كنت لسه بحكي لها جايبه فاونديشن قبل كده ب 400 جنيه قد كده. انا بقول لها قد كده هان عليكي قلبك تدفعي 400 جنيه. وجبت روج قبل كده في مره كان سعره معدي ال 200 جنيه. طب دي بقى متخلفه ولا مش متخلفه؟ تستاهل ان انا ارن عليها صربه ولا لا؟ بس طب يا جماعه دلوقتي في ناس بقى فاكره ان ما بيني وما بينك مشاكل ومصانع الحداد، احكي لهم اللي حصل. انا لا لا هو انا اقول ان انا كان في فعلا مشاكل، بس احكي لهم اللي حصل. انا ما عملتش حاجه. طب ماشي، انت فكريني. بصوا يا جماعه، اللي حصل ان انا هو اولا كل الموضوع هو سوء تفاهم. سوء تفاهم يعني ده مبدئيا سوء تفاهم بيننا احنا الاثنين. احنا هي في حاجات فهمتها ايه وفي انا مش عارفه مش راضي تزق. هي في حاجات فهمتها غلط، وانا في حاجات برضو هي لما بتبعتها لي ان انا فهمتها غلط، طبيعي يعني اوريدي. فالموضوع بقى بدا ازاي؟ قولي انت اتفضلي. الموضوع بدا يا جماعه ان هو الحوار بعد ما انا كنت سبت الاكس بتاعي، تمام، وما تفهموش بقى. بصي ثانيه
معايا برضه. المهم كان باب يا جماعه. فبعد كده بقى اتفاجئت بقى بصور واتفاجئت بحاجات والكلام ده كله، وزعلت ان هي ما قالتليش. ليه؟ لان انا كنت في البدايه بقى طالعه من صدمه بقى ومش عارفه انا كنت مصدومه على ايه، بس تمام والله بجد. وبعد كده اكتشفت مع نفسي ان انا زعلانه منها ليه؟ ما انا اوريدي مش زعلانه من حاجه، يعني انا الشخصيه اللي هي كانت موجوده معايا هي ما بتعمليش حاجه، تمام؟ فانا ازعل ليه؟ مفيش اصلا اوبشن اني ازعل. الحوار ما بقاش فارق ليا خالص، الحوار مات بالنسبه لي. فاذا ان مفيش زعل هي بقى لما كانت متضايقه هي جت بعتتي دخلت فيها شمال خالص. يعني انا عايزه اقول لكم الطريقه بتاعتها بجد والله، ما يعني احمد ربنا انها طلعت بالكيوت والجمال والحلاوه اللي هي طلعها. انا عملت معاها الصح بجد والله، انا عملت معاها الصح. وبعدين بتبعت حاجات انا اللي هو بقيت قاعده ماسكه يا جماعه، لقيتها طالعه مع الاكس. بس يا جماعه هي مش عارفه انا ازاي كنت كده. هي اصلا الحوار ما كانش بعديها، هي بتقول لي ده بعديها بيومين. لا هو ما كانش بعديها بيومين خالص. ما هو بقى ايه هي كانت بعديها فتره وصل ليا، ولما نزلنا كنا اللي هو بعديها بيومين اللي بينا كان شغل، اللي هو ما نزلنا حتى اللي هو كان كل حاجه كانت شغل. اللي وصل ليا يا جماعه ان هو كان بعدها يومين تقريبا ولا لا ما كانش بقى. ما هي بقى وصلها ان هو كان يومين، هو ما كانش يومين اصلا، ده هو كان بعديها حبه حلوين يعني، ما كانش بعديها. انت لما نزلنا والله العظيم ما عدوش ال 4 ايام. طب والله العظيم لا والله العظيم انت بتقولي فيلك. طب ما جاتش بقى عادي بقى دخلت فيها شمعة دخلت فيها شمعة واتخانقت معاها تمام، واللي هو ايه بقى قلت لها انا صاحبتك. عارف دور الخيانه اللي هو انت خاينه. لا انا دخلت عملت بعد كده بقى خلاص، اللي هو انا اتخلفت بقى مع فكره ان اصلا قعدت افكر كده مع نفسي، هو الموضوع فارق لي ولا مش فارق لي؟ طب خلاص بما ان الموضوع مش فارق لي اذا ان بسمله ما لهاش علاقه. مين كلمك؟ جماعه انا اللي كلمتها والله العظيم، والله العظيم هي كلمتني اصلا. خلاص كنت قطعت معاها بقى، قلت خلاص انا هقطع معاها البنت ديت اصلا. ايه يعني بنت بياعه بنت غداره خلاص بقى مش دعوه. بس ثانيه انا ما طلعتش كلمت عنك على الميديا بشكل وحش. لا ولا انا قلت حاجه وحشه. انا لقيتها مره واحده، هي لقيتها مره واحده قطعت اللي هو ياسمين فين، ياسمين مش موجوده خلاص. ابتدي بمية زي هو انا بقى مية زي قلبشك على وشي دلوقتي. لا انا كان بالنسبه لي كان وقتها بقى خلاص. ماما بقى اللي هو ايه لقيتها مره واحده قطعت. يا جماعه ببعثها ما بتردش عليا والله، والناس عماله تبعت تسالني هي ياسمين ما بتكلمكيش، هي ياسمين مش عارفه اقول لهم ايه. مش فاهمه، انا مش عارفه، انا والله مش فاهمه، هي اصلا ما بتردش عليا. فاللي هو بس ده اللي انا طلعت قلته والله. يا جماعه شبه بعض زي ما كل الناس بتقول. ايوه على فكره بدات احس الحوار ده دلوقتي واحنا قاعدين على فكره، والله العظيم بحس ان احنا شبه بعض فعلا. بس المهم بقى بعدين صالحنا وقعدنا، هي قعدت صفا كده وخلاص صفا وفهمتها وفهمتني بقى وجهه نظرها وخلاص بقى اذا بدنا اي حاجه. انا بالنسبه لي خلاص مفيش حاجه بتعملي خلاص، يبقى انا ازعل من بسمله ليه؟ يعني مفيش سبب خلاص. مفيش هي هرجع اشرب والله يا جماعه بتطق في دماغها كده سنه هبل. بعدين بقى تلاقيها هديت كده مع نفسها تقول بقى ايه ده وانا ايه اللي انا عملته. طب خلاص بقى ما تزعليش خلاص، انا كنت هبله قوي والله. نفسها قالت رسالتها انا وقتها كنت هبله اللي هو انا ايه اللي انا بفكره ده. طب والله لو فتحت لها الشات بتاعنا دلوقتي ووريتها ليا كانت بعتوا لي هتندم عليه. عيب هتندم عليه والله العظيم، اللي هو هتقول لك ايه ده بجد انا اللي بعته كده بجد والله انا اللي بعته. فبالنسبه لده همشي هاخده وامشي. طب يا جماعه دلوقتي بقى بصوا اكل الحلو دوت. بصوا بقى يعني عاوزه اقول لك لسه في مفاجاه كمان هنزل لك ساندي دلوقتي بجد. الله عارفه ان هو عالي الحلاوه دي خلاص. انا كانت صالحه خلاص انا بطاطس سناك دي خلاص. لا بقول صندي ما قالكيش صندي صندي اهم حاجه الصندي. يلا بقى ايه هوريكم بقى. طب ايه رايك اللي بياكل فينا الاول يضرب التاني. طب يا جماعه بصوا احنا ايه هنطلع بقى من المكان ده نخلص اكل كده ونطلع من المكان بقى ونحكي لكم بقى احنا عملنا ايه في بعضنا بعد ما ايه لما اتقابلنا. ايوه صح. يا لهوي فاكره لما كنا قدام العربيه وقعدنا على العربيه والراجل كان يشيلنا من العربيه. هنحكي لكم الحوار ده بعد ما نخلص اكل يا جماعه. ودلوقتي احنا خرجنا تمام ايوه وكلنا ومعانا الصندوق واستمتعنا وشبعنا معانا الصندوق بتاعنا تمام.
ودلوقتي بقى ايه هنتوجه للميكروباص بتاعنا طبعا. تمام ميكروباص قد الدنيا. على فكره احنا كان ممكن نطلب اوبر بس احنا بس احنا بقى ايه يعني قلنا نتواضع ونركب ميكروباص على قد الفلوس اللي معانا. بس تمام يلا بقى ايه ناكل بقى الصندي واحنا هناكل الصندي واحنا الامور بتاعنا تمام. عاوزه اقول لكم بقى استنوا بقى التيك توك واستنوا حاجات كتير بقى كتير بقى كتير قوي الجايه تمام. هتلاقوا الانستجرام بتاعي صح يا جماعه تحت وهتلاقوا بردك الاكونت بتاع الحاجه دي تمام. فيعني دعم بقى ويا جماعه انا هتم ال 200,000 بقى يلا بقى بالله عليكم بقى يا جماعه بقى البت دي يعني خلاص اتعجزت لسه ما وصلتهمش عيب بقى يا جماعه بقى وصلوا 200,000 كده وال 500,000 وتوصل المليون وبسرعه ايوه ومليونات كتير بقى يا جماعه. بس كده طب يا جماعه كده يعتبر احنا كده وضحنا لكم اللي حصل معانا بصراحه تمام. ومفيش بينا اي حاجه والله ولما ما بنتقابلش يبقى معناه ان هي مثلا بتعمل حاجه انا بمتحن هي مش فاضيه كده يعني مش معناه ان احنا بنتكلم امي خالتي بتقول لك كده يعني. يلا بقى عشان الحاج بقى هيسيح تمام وهتوحشوني بيا كتير وهتوحشوها كتير بقى تمام. طبعا يلا بقى ايه باي.